فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طلبت من مقاول أن يبني لي منزلا وحددت له مدة 4 أشهر، واتفقنا على ذلك، وأنه إذا تجاوز المدة فعليه غرامة قدارها 500 ريال عن كل يوم. يقول: قد تأخر الآن 1 سنة كاملة، فهل مطالبتي بالغرامة في هذه الحال جائزة شرعا؟ ما يجوز هذا إذا كان المقاول هذا يأخذ مقاولات منك ومن غيرك، هذا أجير مشترك، هذا أجير مشترك، ولا يجوز تحديد المدة والعمل، لأن العمل قد يكون شاق، قد يكون يحتاج إلى مدة، وقد ما يجوز تحديد المدة والعمل. أما إذا كان المقاول ما عنده عمل إلا حد، إنما هو أخذ مقاولك أنت فقط، أخذ مقاولك أنت فقط، وأخر من غير عذر، تأخر من غير عذر، فهذا الشرط الجزائي يقولون يجوز هذا دفعا للضرر عن الطرف الأول. نعم، هذا شرط جزائي من غير عذر، بل هو مماطل هذا المقاول. نعم.